بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو الموجه لتلاميذ سنة رابعة ابتدائي. درس بسيط جدا من دروس الرياضيات اللي هو درس المحيط. أولا، ما هو المحيط؟ ثانيا، كيف نحسب محيط المربع والمستطيل؟ إذن عندنا المحيط هو الخط الذي يحيط بأي شكل من الأشكال. عندي مثلا مثلث، مربع، مستطيل، مضلع عشوائي، عندنا دائرة عندها خط يحيط بها. إذن هذاك الخط هو الذي نسميه بماذا؟ نسميه بالمحيط. إذن كيف نحسب المحيط؟ بسيط جدا. أنا عندي اللي هنا مضلع، لا هو مربع ولا هو مستطيل، هو رباعي، عندنا رباعي. كيف أحسب محيط هذا الرباعي؟ أنا عندي هنا وش عندنا؟ عندنا أربعة، عندنا ضلع آخر 3 سنتيمتر، عندنا مضلع آخر 6 سنتيمتر، عندنا مضلع آخر 3 سنتيمتر. إذن أنا به نحسب المحيط كامل، نجمعهم ببساطة شديدة. عندنا 6 سنتيمتر والثلاثة سنتيمتر كم؟ عندنا 9 سنتيمتر، والأربعة سنتيمتر كم؟ 13 سنتيمتر، والثلاثة سنتيمتر كم؟ قلت 13، والثلاثة 16. إذن ماذا لدينا؟ إحنا الآن المربع كله من خصائص المربع أنه كل أضلاعه متساوية، يعني هنا 5 سنتيمتر، هنا 5 سنتيمتر، هنا 5 سنتيمتر، وأيضا هنا 5 سنتيمتر. إذن عندنا قاعدة، أنا به نحسب هذا المحيط. كيف أحسبه؟ 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5. إذن أنا اللي هنا عندي 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5، هذه العملية تساوي 20. هذه العملية أستطيع أن أكتبها في شكل جداء، تعطيني 5 في 4. إذن هذه 5 مكررة 4 مرات، يعني 4 مرات تهوها 4 مرات في 4 أضلع، إذن 5 في 4. إذن محيط المربع ما هو؟ طول الضلع، الضلع في 4. طول محيط المربع ما هو؟ الضلع في 4، ولا أبسط من هذا. أعيد، الضلع في 4، لأنه الضلع مكرر 4 مرات. إذن نحفظوها ببساطة، الضلع في 4، عندنا محيط المربع والضلع في 4. الآن نذهب لمحيط المستطيل. ماذا لدينا في محيط المستطيل؟ عندنا المستطيل من خصائصه ماذا؟ أنه عنده كل في المستطيل كل ضلعين متقابلين متقايسين. عندنا هذا الضلع يساوي لهذا الضلع، وهذا الضلع يساوي لهذا الضلع، كل ضلعين متقايسين في المستطيل. أنا كي أحسب محيط المستطيل ماذا لدي؟ عندي 5 زائد 9 زائد 5 زائد 9. ها، 9 زائد 5 زائد 9 زائد 5 تساوي 28، يعني هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه. أنا بلا ما يكتب لي المعطيات نعرف أنه هنا 5 وهنا 9، هذه باينة. إذن ماذا لدينا؟ أنا هذه الكتابة كيف أستطيع أن أكتبها؟ لاحظوا عندي 9 مرتين و5 مرتين، إذن نقدر نكتب 9 زائد 5 في 2، 9 هاهي معناها هذا وهذا نجمعهم ونضربهم في 2 تعطينا 28. أو طريقة أخرى، عندي 9 في 2، هاي 9 و9، يعني في 2 زائد ماذا؟ زائد 5 في 2، معناها الطول في 2 زائد العرض في 2، وهذه هي القاعدة اللي راح تحفظوها، الطول في 2 زائد العرض في 2. ببساطة شديدة، أعتقد أنه بسيط جدا، هذه أمور بالتمارين راح تحفظوها. ترسموا مستطيل
كل مرة تعملوا له طول مثلا 6 7 8 تعملوا له العرض، وتقوموا بالحساب بتطبيق هذه القاعدة، الطول في 2 زائد العرض في 2. إذن هذا بالنسبة لدرس المحيط. بعد ساعات قليلة ترقبوا حلول دفتر الأنشطة صفحة 36 أيضا خاصة ب 36، نعملوا لها فيديو خاص أفضل. إذن إلى هنا نقول لكم في أمان الله، نلتقي.